صباح الخير يا أحبائي، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. لقد تعرفنا في الدروس السابقة على الجملة الفعلية ومما تتألف. أما اليوم يا صغاري، سنتعرف على الجملة الإسمية. تابعوا معي وانتبهوا جيدا للشرح. تأملوا معي هذه الجملة: السماء ممطرة. على ماذا تدل الكلمة الأولى؟ على اسم أم على فعل؟ طبعا تدل على اسم. وعلى ماذا تدل الكلمة الثانية؟ هل هي فعل؟ كلا. هل هي اسم؟ نعم هي اسم. إذن ما نوع هذه الجملة؟ تبدأ هذه الجملة باسم، إذن هي جملة اسمية. الاسم الأول فيها نسميه مبتدأ، والاسم الثاني نسميه خبر. والآن تأملوا معي هذه الجملة: الشتاء فصل بارد. ما نوع هذه الجملة يا صغاري؟ أهي جملة اسمية أم فعلية؟ الشتاء اسم، إذن هي جملة اسمية. أين هو المبتدأ فيها؟ الشتاء هو المبتدأ. والخبر فصل هو الخبر. حسنا، ما نوع الكلمة الثالثة بارد؟ طبعا هي اسم. ماذا أفادتنا؟ لقد وصفت كيف هو فصل الشتاء، إذن يا صغار هي نعت. هل أغنت هذه الكلمة المعنى؟ بالطبع نعم، لقد أغنت المعنى. إذن يا أحبائي، مما تتألف الجملة الإسمية وكيف يمكن إغناء معناها؟ تتألف الجملة الإسمية من اسمين: مبتدأ وخبر، نحو السماء ممطرة. يمكن إغناء معنى الجملة الإسمية بزيادة نعت، نحو الشتاء فصل بارد. إلى هنا يا أحبائي نكون قد تعرفنا على الجملة الإسمية التي تتألف من مبتدأ وخبر ونعت. أتمنى أن تكونوا قد فهمتم شرح الدرس، وعليكم يا صغاري أن تشاهدوا الفيديو عدة مرات حتى تستفيدوا أكثر. إلى اللقاء.